أفادت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الخميس باستشهاد 3 فلسطينيين رميا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها. وذكرت الوزارة أن الضحايا هم صدقي زكارنه من الحي الشرقي في مدينة جنين، وطارق الدمج من مخيم جنين، وعطى الشلبي من بلدة قباطية جنوبية جنين. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت جنين ومخيمها ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة. وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم. وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف كانت تحاول نقل أحد المصابين، وأن سائقها نجا من موت محقق. وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثامين الشهداء وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، كما طالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية. وللحديث أكثر حول تداعيات الملف الفلسطيني معنا عبر سكايب الأستاذ سهيل خليلية، الكاتب والباحث الفلسطيني، سيكون معنا من رام الله، وعبر الهاتف الأستاذ كنعان الجمل الخبير في الشؤون الإسرائيلية، سيكون معنا عبر الهاتف من نابلس. أرحب بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت معك أستاذ كنعان الجمل، ما هي ملابسات ما جرى اليوم في جنين؟ أسعد الله مساءكم والرحمة دوما للشهداء الذين يسطرون كل يوم أروع آيات البطولة في كل الأرض الفلسطينية على امتدادها. واليوم هو كان الدور لجنين كما هو الدور متعاقب لكل الأرض الفلسطينية. بالأمس كان في رام الله، في سلوان، واليوم في جنين، وغدا لا نعلم أين. ولكن هذا الاشتباك المستمر من قبل المقاومين الفلسطينيين هو العنوان الآن للالتحام مع هذه العصابات الصهيونية التي تؤكد يوما بعد يوم بأن لا مناص من مقاومة هذا المحتل وتلقينه درسا بأن الفلسطيني عصي ولا يمكن أن يكون لقمة سهلة. ما حصل اليوم في جنين هو كان هذا الجيش قد اتخذ قرارا بأن الإعدامات الميدانية هي التي ترفع ورقة ونصيب هذا الجيش أمام الأوساط السياسية، خاصة ونحن الآن نتحدث ونرى طبيعة الاتفاقات ما بين نتنياهو وما بين الأحزاب الصهيونية المتطرفة لتشكيل الحكومة الجديدة، إخفاقات هنا ونجاحات هنا. ولكن الجيش بكل وحداته وبكل قواته قد أعلن بأنه سوف يبارك وسيتعاون مع بن غفير المتطرف الصهيوني، بأن كل من يتخذ كل قراراته التي سوف تتخذ بشأن الفلسطينيين والتصعيد ضد الفلسطينيين هي مباركة من هذا الجيش. نعم. هذا الجيش لم يتوقف للحظة واحدة الإعدامات. ما حصل اليوم هم مجموعة من الشبان كانوا في طريقهم إلى عملهم في مناطق 48، وقام الاحتلال بإعدامهم بدم بارد. والاحتلال دائما الحجة المتوافرة هي للإعلام الصهيوني بأن هؤلاء كانوا مطلوبين. الجيش الإسرائيلي لا ينفك أبدا في كل يوم عن الاقتحامات والاجتياحات والتدمير وما إلى ذلك، ولكن الشيء الجديد هو ما هو نفتخر به كل فلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي، الجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يدخل لهذه المناطق ولا يخرج منها بدون عقاب. واليوم كانت هناك حسب شهود العيان إصابات مباشرة في دوريات الاحتلال وبجنود الاحتلال الذي خرج مرعوبا من جنين. وللتغطية على هذا قام بإعدام هؤلاء الشباب الذين لم يكونوا في موقع
المقاوم ولا المشتبك، ولكن كانوا، والدليل على ذلك فأنهم كانوا في مناطق مختلفة في سيارتهم باتجاه عملهم في 48. نعم، برأيك أستاذ كنعان إلى أين يريد أن يصل الاحتلال من تكرار عملياته في جنين ومخيمها تحديدا؟ الاحتلال دائما لا يتوانى عن القتل، وهو يحاول أن يصور بهذه الصور أمام المجتمع الصهيوني والإعلام العالمي بأنه يقوم بحماية شعبه وبحماية قطاعاته وحماية نفسه من هذه البؤر المقاومة التي يطلق عليها باسم المخربين. ولكن هذا هو الاحتلال، لا نتوقع شيئا آخر من الاحتلال، لا نتوقع باقة ورد ولا نتوقع أي شيء إيجابي من هذا الاحتلال سوى القتل والتدمير والاعتقالات ومصادرة الأراضي وإطلاق يد والعنان لقطعان المستوطنين في كل أنحاء الأرض الفلسطينية. وهذا الجيش الآن كما قلت لك سابقا بأنه يتحضر بأن يكون أداة طوعية بيد المتطرف بني غفير الذي سوف يكون وزيرا للأمن الداخلي، أيضا سوف يكون مسيطرا على قوات الجيش في الضفة الغربية وقوات حرس الحدود التي أبدت الاستعداد للتعاون معه. بالتالي القتل المستمر والإمعان في القتل هي وسيلة من الجيش الإسرائيلي يتخذها ظانا بأنه سوف يكون أداة قامعة للمقاومة الفلسطينية، ولكن الجواب واضح تماما. المسيرات التشييع تصر على أن بالأخذ بالثار، ويوميا ينطلق المقاومين من كل الشكر لحتى ينقضوا على هذا. نعم، وصلت الفكرة. كل الشكر لوجودك معنا عبر الهاتف الأستاذ كنعان الجمل الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. أستمر معك وأرحب بك مجددا عبر سكايب الأستاذ سهيل خليلية الكاتب والباحث الفلسطيني. أستاذ سهيل، يعني ماذا يعني تكرار الاحتلال؟ يعني ذات الخطة، ذات النهج بالقتل، ذات الأسلوب منذ عشرات السنين لنقل في تعامله مع الحالة الفلسطينية والتصعيد، ماذا يعني ذلك برأيك؟ مساء الخير. يعني الاحتلال يصر على أن وجوده في الأراضي المحتلة هو شرعي، يعني يحاول خلال ذلك أن يقول للعالم بأنه هناك شرعي وجوده هناك ليس ولكن كصاحب أرض، وهو لن يتوانى عن يعني أو يتراجع عن ما يقوم به، خاصة وأننا نرى بأن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع يتجه تماما نحو اليمين وأقصى اليمين، وهذا كان واضح في الانتخابات الأخيرة وحتى اللي قبلها، لأن نسبة التصويت اتجهت وبغض النظر كيف كانت النتائج، ولكن بشكل عام اتجهت لأكثر من 80 إلى 85% من المصوتون باتجاه الأحزاب اليمينية. بغض النظر هو كان نتنياهو، بن غفير، حتى لبيد ونفتالي بنت، هم يمينيين بطبعهم ويعني بنداءاتهم، فبالتالي يعني لم يعد المجتمع الإسرائيلي مجتمع يساري أو مجتمع يقبل أن يقوم بالسلام على مبدأ الأرض مقابل السلام، ولكن يعني يريد أن يبقي على الأرض، يريد أن يبقي الفلسطينيين تحت الاحتلال ومواطنين أو حتى أقل من ذلك، ولكن درجة ثانية لا يحق لهم أي حقوق سياسية وغير ذلك. يعني هذه كلها إشارات تقول بأن الاحتلال ينوي أن يعني يقود الدفة لأين ستذهب الأمور في المستقبل مع الجانب الفلسطيني. طبعا هو لا يرى أو يعني لا يريد أن يرى بأن الفلسطينيين يقاومون بشكل مستمر، وحتى أن نوعية المقاومة الفلسطينية ترسل إشارات للاحتلال بأنه لن يكون ما يخططون له يعني مسار سهل لهم، ولن يتحقق لهم ما يريدون بكل بساطة، لأنه يعني الموضوع هو ليس موضوع تشييع شهداء بشكل يومي، ولكن هو الموضوع أن هناك مقاومة
بشكل يومي، مقاومة متزايدة بشكل يومي، ويعني الموضوع ذهب إلى أكثر من مجرد مقاومة اليوم. يعني نعم هناك مقاومة فلسطينية، ولكن يعني نرى حتى أن الدعم الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية يتزايد نعم. يوما بعد يوم. من الملاحظ أنه منذ 3 إلى 4 أشهر يركز جيش الاحتلال على شمال الضفة الغربية. السيناريو القادم برأيك في ظل ما يقوم به من تركيز وتحديدا جنين، نابلس، مخيم جنين، هذه المناطق الثلاثة تقريبا، إلى أين ستتجه الأمور في ظل هذا الإجرام اليومي؟ شوف يعني هذا الإجرام اليومي أو يقف وراءه محاولة لتنفيذ مخططات ومخططات على الأرض. يعني الأمور ليست مجرد مهاجمة محافظة جنين ومحافظة نابلس وغيرها، ولكن الموضوع يقف وراءه مخططات. الاحتلال يخطط إلى أن يفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وهو يفتعل هذه الأحداث ويذهب بجيشه إلى وسط المخيمات ووسط المحافظات لاعتقال المواطنين وإثارة يعني المشاكل مع المواطنين، حتى يعني يأتي بالحجة المناسبة لهم لتنفيذ المخطط الذي يرمون إليه، وهو فصل منطقة شمال الضفة عن وسطها وجنوبها. هذا المخطط هو جزء مما يرمي إليه الإسرائيليين بأن يحكموا قبضتهم وسيطرتهم على الضفة الغربية من خلال إحكام سيطرتهم على الحركة. يعني في نهاية المطاف هم يريدون تقسيم الضفة إلى نعم. 3 أو 4 أجزاء، وتكون كل منها قائمة بذاتها على شكل دويلة خاصة بها، وهذا طبعا سيؤثر ليس فقط مجرد على فكرة حل الدولتين، ولكن حتى على مفهوم الوحدة الفلسطينية، بأن يفصل ويجعل المناطق الفلسطينية مفصولة عن بعضها البعض في 3 أو 4 أجزاء، وطبعا قطاع غزة منفصل تماما. وهنا يتحقق لاحتلال ما يريده بأن يقسم هذه المناطق جغرافيا عن بعضها البعض، ويجعل لكل منها حياة مستقلة بمعزل عن الآخرين. ويعني دائما يجب أن نرى بأن ما يقوم به الاحتلال هو ليس مجرد فقط إطلاق نار ووحشية، ولكن هناك مخطط أكثر شراسة ربما مما يحصل على الأرض. نعم، كل الشكر لوجودك معنا عبر سكايب أستاذ سهيل خليلية، الكاتب والباحث الفلسطيني، كنت معنا من رام الله.